هاي الاثار استاذ اللي بتدل يعني على انه المدرسه شيء مقصود يعني تخريب الازاز، فالسبب الاساسي ليش يعني استهدفوا المدرسه بهالشكل؟ استهدفوا المدرسه سبق وقلت لك انه المقصد فيها حرمان هالقريه من العلم والتعلم. والتخريب ورساله قويه، هاي رساله لاهل الضيعه انه ليكو نحن هاي المدرسه عملنا فيها هيك، فما بالك بالاشخاص. مدرسه مع العلم، المدرسه هاي يعني مدرسة تابعة لمؤسسات الدولية وخربوا فيها التخريب، فما بالك بالأملاك الخاصة. هون أشياء كانت بتمثل المدرسة، هذا المخبر هون في المدرسة،